مرحبا بكم مرة أخرى. هكا نوصل إلى الجزء الأخير من برنامجنا تونسنا اليوم، باش نحكيه على كيفاش نجمو نروجو للسياحة من خلال اللباس التقليدي. حملة Let's Wear Tunisia Everywhere، هذه حملة لمجلة توريزم ماغ. باش نحكيه على الحملة هذه مع مريم كادا بن يحيى عن موقع توريزم ماغ.com. مساء الخير ومرحبا بك مريم. مرحبا يا سوفيا، تحية مجددة ليك. بالطبيعة ما نجمش نخبي تحيتي الخاصة لزميلتي الصحفية والإعلامية مريم، خدمنا مع بعضنا برشا في قناة خاصة، قناة نسمة. دونك سي اوكازيون اللي باش نكون فرحان فيها. دايوغ انا بيجي معاكم جو مو سون كوم اون باسون دون لو. وانا خدمنا جميع قبل برشا بالناس برشا برشا 2001 قاعدة باهية. دونك نحكيو على موضوعنا مريم، جيش نقول مريم Let's Wear Tunisia Everywhere، حملة لترويج السياحة التونسية اترافير لا جورني نتاع الاحتفال باللباس التقليدي نهار 16 مارس. الفكره هذه تو دابور كيفاش جاتكم في ماغازين؟ اكزاكتومون بون توريزما غو سي لو بروميير ماغازين دو توريزم دي فواياج في تونس اون ليني. دونك زميلتي دنيا حموده دنجيري نحييها معناتها بالمناسبه هذايا، عندها ان جروب نتاع اصحابها مشاو لاس فيغاس وطلعت لهم كي لبسوا دي تي شيرت حمر وشاشيه وخرجوا يحوسوا معناتها يدوروا دون لي رو دو لاس فيغاس. اي با اللي عداوه معناتها يقفوا يحكيوا مع العباد اكثر يمكن من اللي يحوسوه. ناس معناتها توقفهم، انتم منين انتم منين؟ بيان سور الشاشيه لا تيغي لاتونسيون، انتم منين؟ يقولوا ما احنا من تونس. دونك دوكو تلقى روحك روشت للبلاد معناتها للوجهه السياحيه اللي هي تونس براتيكمون بلاش. معناتها سيتي جوست ان ايفور بيرسونيل نتاع لبسين المريول والشاشيه. دونك دنيا قالت لي مريم معناتها علاش ما نحاولوش احنا معناتها نعاونوا اليوم تونس افيك اون ايدي هكايا يعني سامباتيك وتكون على بورتي نتاع الناس الكل. اي دو لا جيت دونك الفكره انه نتوجهوا بالنداء هذايا من خلال لو ماجازين نتاعنا اون ليني للتوانسه اللي مسافرين. للتوانسه اللي مواطنينا معناتها اللي يعيشوا في الخارج وللناس اللي تحب تونس الكل باسكو لي زاموغو دو لا تونيزي سون نومبرو بارتو دون لو موند. مريم هي الفكره معناها طيبه ومستحسنه، ولكن لابيل اللي تقدموه للتوانسه اللي باش يسافروا ولا لي ريزيدون معناها التوانسه البرا ريالمون معناها باش تخلقوا معاهم ان كونتاكت باش يستجيبوا لابيل هذا ولا لا؟ معناها كيفاش فوزالي انسيتي التوانسه بتاعنا البرا باش اللي يلبس البرنوس اللي يلبس ممكن الجبه الشاشيه؟ باش نكون معناتها تري تري معناتها تري فرانش معاك وتري ترانسبارونت le contact كيفاش احنا بون بيان سور حاطين اون ادريس معناتها ميل وانه وقت اللي باش تلبس انت شاشيه ولا جبه ولا الخليل ولا ليشارب بالنسبه للنساء بكل الخليل معناتها تاع الارتيزانا تونيزيان تصور روحك وتبعث لنا التصوير على اون ادريس ميل اللي هي weartunisia@tourismag.com. لكن كيفاش لابيل كونكريتمون معناتها الى ايتي لانسي سور سامحني مريم هات نشوفوا بعض الصور اللي انت زاد جبتهم معاك. فوالا هذوما اليوم في المترو في باريس. عنا صورة أخرى. أي هذايا في زامبيا البارح. أيوة بزي كم. وفما قبيلة ذهبت التصويرة في لاس فيغاس. دونك اترافير نوتر نو بروبر معناتها كونتاكت معناتها انا جوني ما عنديش معناتها شويه اصحاب تبارك الله برشا كسوا اعلاميين والا يعني مش ماهمش اعلاميين من العائله ناس معناتها مواطنين بالخارج دنيا كيف كيف اصحابنا كيف كيف معناتها انتم الاعلاميين اصحابي ياسين سفيان نسافري معناتها يسو ريكونيس معناتها اصحابي كلنا مع بعضنا سي ان ايفور انه اون انسيت اصحابنا ولا نو زامي نو بروش اللي يعيشوا لبرا والا اللي مسافرين انه يلزم معاه شاشيه ويلبسها ويتصور. اي اون ميم تون هذايا سي لو بروميير ابيل لوبجيكتيف انه ننظموا اون اكسيون امبوسيبل باش تكون نهار 16 مستحيل خاطر نهار 16 مارس نهار الاحد. دونك احنا اون بروفيتي من لو فيت وانه اليوم الوطني للباس التقليدي هو نهار 16 معناتها باش اون لانسي معناتها البارح. لكن لاكسيون معناتها ما نجمو نعملوها الا ما نلقاو معناتها شكون يل فا نو سوتونيغ كو سوسوا الديوان الوطني للسياحه والا الديوان الوطني للصناعه التقليديه زاده والا ما نعرفش انا لا كومباني تونيسير والا بيان سور دي سبونسور بريفي اللي هو يمن وانه الترويج لتونس ولصورتها حاجه ما تكلفش ابار حق شاشيه
ويحط يده معناتها معنا ويمارش افيك نو دون دون سيت اكشن فهمت. هو معناها هو الباهي في الاكسيون ذي هو انها جت من توانسة من مواطنين توانسة خرجوا الاطر لا وزارة السياحة لا ديوان الوطني السياحة لا ديوان السياحة لا لي انستيتيوسيون مازالوا ما دخلوش عندهم خدمتهم يخدموا على رواحهم وربي عاونهم لكن التوانسة نو نو سونتون نحسوا رواحنا كتوانسة معنيين باش انه السياحة نتاعنا تكون بيرفورمانت نحسن وضع السياحة لأنه فما أن امباكت سوسيال إيميديا راو على وجود سياح في تونس وفات رانا يلزم نفهمه حكاية بسيطة جدا أنه راو كي نحبوا بلادنا نجموا نكونوا توانسة في خدمة تونس بجست صغير اللي ما يكلفنا حد شيء ما يكلفنا حد شيء وفي كل بلاصة لا ونسام رانا نجمو نخدمو بلادنا بحاجة ظريفة. المرأة اللي باش تسافر كي تلبس براشك الخلة ولا الخمسة وكذا هذيك باش تمشي تقعد مع أصحابها باش يسألوها باش تحكي لهم على تونس وخدمة تونس. اللي باش يلبس شاشية في البرد سورتو مازال فما برد في أوروبا وقت اللي باش يمشي يخرج باش يحكي على تونس اللي باش تلبس شارب اللي باش يلبس اي جبه راو هذا الكل معناها سي ان جيست ما يكلفناش ولكن الامباكت نتاعو كبير لكن الامباكت نتاعو كبير اليوم 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 معناها بيان سور ماهوش مطلوب من وزارة السياحة وهياكل السياحة الرسمية باش انهم يعملوا كل شيء لكن شنية قدرتهم السؤال هي شنية قدرتهم على انهم يعاونوا ديزينيسياتيف كيما هذه وشفناهم في الحقيقة في الليديون الالكترونيك ليدي ما جاتش سيتي اون ايدي بريفي اللي تبنتها وزارة السياحة اللي تبنتها وزارة السياحة دونك عندهم سيت كاباسيتي دو ري معناها نتاع التفاعل ونتمنى انهم يكون عندهم ستمام كاباسيتي مع المبادره دي. يمكن ياسين معناتها ولا سفيان برشا عباد ما تنجم تتسائل يقول لك علاش اليوم معناتها يكثر هكا الحديث على السياحه وتكثر ليزينيسياتيف معناتها يلفو دير وانه جوست معناتها ابخي لو 14 سيتي ان سيكتور يعني سينيستري معناتها ما كانت وقتها ما كانش ينجم يكون فما حديث على اي حاجه اخرى بخلاف السياسه ووضع البلاد وقتها يعني ما نجموش نتلفتوا الارقام اللي كان يعطي فيها النظام السابق كلها معناها ارقام تقولوا انه السيكتور نتاع التوريزم تاعنا في تونس دونك لاباس امورهم ريغله اي هو 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 سكي سور وانه معناتها جوسكا 2010 لو سيكتور سوبورتي اسي بيان فما معناتها مشاكل اللي هي توا مازالت مشاكل هيكليه معناتها هذيك الحديث عليها يطول فهمت ولكن لو سيكتور اللي تي سينيستري دونك ما يخليلكش انت الفرصه باش يا اما تفكر والا تتشجع باش تعمل معناتها مبادرات من النوع هذا. اليوم انا ودنيا معناتها كيفاش نشوفوا الاكسيون هذايا الشاشيه التونسيه لونها احمر داكوردو ديجا معناتها لا لون الدرابو معناتها ما فماش معناتها اختلاف على هذايا انه توينسا مثلا اون كومباني ايرين كيما تونيسير والا كومباني اخرى مثلا تكون بريفي اذا كان تعاوننا تتبنى معنا الفكره هذايا تزود هي المسافرين نتاعها ناخذوا احنا ان ويكاند معناتها باش نحصروها في الوقت اون برون ان ويكاند ونقولوا اون شوازي دو فول مثلا ا ديستيناسيون دو 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 باريس تجي انت على المسافرين الكل تفرق عليهم الشويشي الوقت اللي هما ايل ديبارك في المطار بالشاشيه هذيك احنا رينا ليماج نتاع البوغارون حاجه راهي تري تري سامبل فهمت احنا الربيع بدا في تونس والبوغارون نتاعنا معناتها ما ازينش منه لو كوكليكو دونك وقت اللي تهبط انت دون ان ايروبور اوروبيان في الغريزاي توا اليوم نتاع اوروبا بك لا كولور هذيك روج دو نو كوكليكو سي اون مانيير دابور لو برانتون تونيزيان ديك صحه تو اكسبورت لو برانتون دو لا تونيزي تو اكسبورت لا بوتي لارتيزانا Et la couleur, معناتها, de notre drapeau.
بجست يعني انودان. مريم اللي نفهمه في الدوري نتاع الكومباني هذه هو انه انتم استغليتوا دونك لو 16 مارس ولكن باش تدوم على قداش ابوبري معناها؟ هو ياسين احنا استغلينا لو 16 مارس بور لانسي جوستومون داكور خاطر نحب نقول لك اللي نورمالمون سافا ايتر لا بروميير اوبيراسيون اللي هي تستعمل الارتيزانا لترويج الوجهه السياحيه فهمت معناتها في العاده الارتيزانا نستعملوا نهديوا للسياح ماهوش هو ان سوبور نتاع بروموسيون دو لا ديستيناسيون دونك بالنسبه لهذايا محلول على طول العام يعني التونسي اللي باش يسافر دون ان موا ولا دون 3 موا احنا نقولوا له معناتها بكل لطف هز معاك شاشيه هز معاك حاجه متخدمه يعطيك صحه من الارتيزانا التونيزيان وعاوننا على هذايا Par contre, l'opération les côtes le Calais avec une compagnie aérienne, voilà, mais on va voir maintenant. L'appel ça va être ponctuel, ça va être sur un week-end ou elle sur une journée. بالتوفيق لكم في tourismemag.com مريم حبيبات وصحابه ما نزمش نزيدك وقت الله غلب وصلنا للنهاية ليه ما طلبتش منك تزيدني وقت اوكي صبغت لك مثال لا لا دوك تعرفني ديما نحترم الوقت سوفيا كالعادة والله متعبني في الوقت سفيان بن حميدة في الوقت حالي مي اون فو با كيل شانج يقعد هكاك على كل التوفيق لكم مريم كادا بن يحيى سفيان يعطيكم الصحة لهنا زاد شكر لفريقنا اللي يخدم معنا مدة أسبوع كامل رئيس التحرير محمد علي برجب كيف المخرج شهاب الغربي وكل زملاء التقنيين اللي يخدموا معنا بتيت بونسيل جمال عفاوي والله يخفف تفتح بونسيل جمال عفاوي بالطبيعه الكرونيكور بتاعنا وزميلنا وخونا اللي تعب شويه وينر غامي في وينر ان شاء الله ديبي السمانه الجايه يكون حاضر معنا ما بقى لي كمش نقول لكم هكا وصلنا الى نهايه برنامجنا بون ويكاند الناس كلهم تقابلوا ان شاء الله نهار اثنين مع السبع غير ربع متاعين ان شاء الله في الامان